شارع الألفي، يقع على بعد 600 متر تقريبا من ميدان التحرير. بيعد أكثر شوارع منطقة وسط البلد رقيا وجمالا، ولقبوا البعض بشانزليزيه وسط البلد نظرا لأنه بيضاهي في بهائه الشارع الفرنسي العالمي اللي بيقصده السائحون على مدار عشرات السنين. وعلى الرغم من مرور الكثير من العصور على منشآت الشارع، إلا أنها ما زالت بتحتفظ بعظمتها وعرقتها. من سنة 47 كنت طفل صغير، و يعني كنت أدرك يعني في الشارع ده هو سينما مشهورة كان بينزل فيها الأفلام الجديدة بتاعت عبد الحليم حافظ وخلافه. الشارع ده هو من حوالي 10 سنين اتعمل منطقة للمشاة واتقفل، لكن هو الأول كان طريق اتجاهين، الأول اتعمل اتجاه واحد وبعد كده اتقفل واتعمل منطقة المشاة. كان قصر الألفي أكبر قصور بركة الأزبكية وأكثرها بهاء وجمالا من بين عشرات القصور اللي أحاطت بالبركة واللي نسبت إلى أمراء وبكوات المماليك. كانت منطقة الأزبكية وضواحيها أحد أهم الأماكن الجاذبة لرجال الدولة المهمين في الفترة دي، وضمت الكثير من أصحاب النفوذ والسلطة. وكان المرور بجوار حديقة برج الأزبكية أحد الأحلام اللي روضت المصريين في الوقت ده. شارع الألفي من الشوارع المميزة في القاهرة، وهو من الشوارع اللي محافظة القاهرة حولتها إلى ما يشبه المتنزه والممشى للمصريين يجوا يقضوا فيه وقت لطيف للغاية. الشارع بيمتد من شارع الجمهورية إلى ميدان عرابي اللي في يعني زمان كان اسمه ميدان توفيق، والشارع نفسه كان اسمه شارع توفيق، وأنشئ مع إنشاء منطقة التوفيقية أيام الخديوي توفيق سنة 1906، وبعدين اتحول إلى شارع الألفي. مين الألفي؟ هو محمد بك الألفي. محمد بك الألفي كان له قصر موجود هنا، ومحمد بك الألفي من بكوات المماليك اللي كانوا موجودين وعصروا الحملة الفرنسية، وكمان عصروا فترة محمد علي باشا. محمد بك الألفي يعني جرى ما بينه وما بين محمد علي باشا صراعات كتير على الحكم، لدرجة أن محمد بك الألفي استعان بالإنجليز ويعني اقتحم القاهرة بعدد كبير جدا من الجنود، وكان المفروض ان حملة فريزر اللي جاية وهجمت على مصر من ناحية رشيد ان يقابلها محمد بك الألفي في مصر عشان تمكنه من حكم مصر، ولكن هو توفى قبل ما توصل الحملة او حملة فريزر، وقدر حاكم رشيد ان هو بمساعدة اهالي رشيد ان هو ينتصر على حملة فريزر ويردها على اعقابها. وبعد كده محمد علي باشا عمل المعاهدة الشهيرة مع الانجليز وثبت حكمه في مصر.
شارع الألفي من الشوارع المشهورة جدا بالمسارح والملاهي الليلية والسينمات وغيره وغيره منذ العهد الملكي، ويمكن في عدد من العلامات اللي موجودة في الشارع منها سينما بريتانيا. سينما بريتانيا ديت اللي اتهدت بعد كده ونشأ مكانها أو اتعمل مكانها مطعم كبير، مطعم وسينما ومالها ليلي برضه. ومن أشهر مسارحها المسارح اللي مثل عليها نجيب الريحاني واللي غنت عليها أم كلثوم، أو اللي غنت عليه أم كلثوم سنة 1932. بعد مرور ما يقرب من 80 عام على إنشاء القصر العظيم، تولى الخديوي إسماعيل الحكم، وكان مدركاً لقيمة الحلم اللي تركه ليه جده محمد علي باشا وأبوه إبراهيم باشا. منذ لحظات حكمه الأولى لمصر، أراد أن يضع مصر في مصاف الدول الأوروبية اللي شهدت تقدم ملحوظ في مجال المعمار، وده طبعاً في الوقت اللي كان فيه اهتمام بالغ بهذا الأمر، وأولى اهتماما كبير وأولى الاهتمام الكبير بالمعمار بالعاصمة. استعان بكبار المعماريين الفرنسيين والإيطاليين لتحقيق كل اللي عاوزه. منطقة وسط البلد عموما ما كانش فيه في أطراف البلد، لا المهندسين ما كانش لسه طلعت، ولا كان اللي موجود الزمالك ووسط البلد. الفنانين المشهورين كلهم كانوا ساكنين في شارع محمد فريد اللي هو شارع عماد الدين في عمارة الموبيليا. في المنطقة دي كان ساكن في العمارة اللي جنبيه ده رشدي أباظة، وتوفى في العمارة هنا. طبعا كانت معاه سمية جمال. اختلفت خالص. احنا هنا كان تقريبا وانت ماشي بتسمع فرنساوي وانجليزي، بس اكتر فرنساوي. ناس الشوام والاجانب كان في المنطقة كتير قوي، دلوقتي ما فيش حد منهم خالص. حتى السكان اختلفوا واصبحت مكاتب ما حدش سكن، اصبح قليل قوي يعني. كلها مكاتب وشركات وحاجات كده. اللي كان عايز حاجة كان ينزل وسط البلد. الدكاترة كانت هنا والمحلات الكبيرة كله كان في المنطقة دي. دلوقتي خلاص الفروع والأماكن مختلفة في كل حي فيه الكفاية بتاعته، محدش يعدي هنا. حتى في ناس كتيرة قوي ما تعرفش وسط البلد ولا أسامي الشوارع فيها. وبدأت إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة واللجنة القومية لحماية القاهرة التراثية
في تنفيذ الخطة اللي وضعت لتطوير القاهرة الخديوية، وأشاد الزائرين للشارع قبل تطويره بأنهم سعداء جداً بالتطوير ده لأنه أعطى منظر حضاري للشارع، مشيرين لأن التطوير تطوير الشارع يجذب السائحين الأجانب والمصريين لأنه أصبح من أرقى شوارع وسط البلد. المقاعد الجديدة بالشارع ومكتبة للقراءة، وده اللي خلى الشارع أصبح يضاهي شوارع أوروبا خاصة في فترة الليل. وصفين الشارع بشانزليزي مصر. حتى لقاء آخر في حكاية جديدة من وحي الحارات، لكم تحياتي.